حنا المطارات مبلعين، الخدمه مبلعه، الناس كتعاني، كاين الوكالات راهم مبلعوا، كاين الاخوان ديالنا اللي راهم انتحروا بالضغوطات نتاع لي بنك، كاين اللي توفى، كاين ما لا اله الا الله محمد رسول الله، الناس راه حاصله، المطارات مبلعين، ما كانش مع من نخدموا، كاين الاخوان ديالنا تعرضوا للنصب، والوكالات البنكيه زادوا الزمونة وراهم يزيروا فينا، والحل الوحيد اللي كنطالبوا به هو تاجيل الاقساط بدون فائده. تقريبا لي بنك راهم زادوا علينا 11 شهر، كان اللي زادوا عليه 10000 درهم 10 المليون في الطوموبيل، هذا الشيء راه يؤدي الى الافلاس، وحنا نطالب اليوم باش يشوفوا لنا حلول. هذه الشريحه اللي كتعتبر مستثمره مقاوله في قطاع كراء السيارات، اليوم احنا وصل يعني بلغ السيل الزوبه في قطاع كراء السيارات، يعني الكم ديال المعاناه من خلال الاشكالات والاكراهات اليوميه التي نعيشها هي اللي خرجتنا يعني باش نوقفوا عند الوزاره الوصيه. هذه الوزاره هذه اللي مرارا وتكرارا راسلناها، حاولنا نتواصلوا معها، جينا جلسنا معها، ولكن ما كاينش شي تجاوب اللي هو ملموس، ما كاينش شي مردودي، شي حاجه اللي هي ملموسه لهذا القطاع هذا. لهذا كنطالبوا الحكومه الجديده باش تشوف لنا حلول. الحكومه الاولى ما دارت معنا حتى شي حاجه، والحكومه الثانيه حتى هي مازال ما دارت معنا حتى شي حاجه، والاخوان راهم يعانيوا ومهددين بالافلاس. عندنا بزاف ديال المشاكل اللي ما تعد ولا لا تعد ولا تحصى، نحاولوا ما امكن انهم يشوفوا لنا في هذه المشاكل هذه تحل في اقرب وقت، لان وصل السيل الزوبه. حنا عندنا مشاكل قبل من كورونا، وتزادت هذه كورونا مع هذا الاغلاق ديال الحدود. نتمنوا من الله السلامه، الاغلبيه راهم فلسوا وما بغيناش ان نتموا غادي هذا الافلاس اكثر من هكا. اللي زادوا علينا بزاف وكنعانيو من هذه المساله هذه نتاع التامين، اللي تقريبا بالنسبه للناس العاديه اللي كتسوري اللي رسي ب 2000 درهم، بالنسبه لنا حنا تزادت علينا الفئه نتاع ولينا خلصوا 5500 درهم للطوموبيل، وبالنسبه للتوريست كنخلصوا 15000 درهم بالنسبه للطوموبيل الوحده. فيما يخص القروض، هذه الشركات القروض لهذا القطاع هذا هو اللي كيخدمها بطبيعه الحال، اللي هي هلكانه هذه القروض. خرجوا علينا جميع مؤسسات القروض في المغرب متحده ضد قطاع كراء السيارات، جميع مكاتب التامين في المغرب متحده ضد قطاع كراء السيارات، جميع شركات بيع السيارات لي كونسيسيونير متحدين ضد قطاع كراء السيارات. هذا القطاع اللي كيساهم بالدور ديالو في الانتعاش ديال الاقتصاد الوطني، ولكن للاسف الشديد حنا اللي واكلين في طارنا، حنا اللي غرقنا كريديات. عندنا مشاكل بزاف اللي في هذا الدومين، بينها لي زاسيغونس اللي الثمن ديالهم طالع بزاف، سورتو عندنا حنا في الشمال بالمقارنه مع هنا. عندنا مشكل ديال لي روبور دو كريدي، ما كاينش لي روبور دو كريدي. هذا الشيء اللي وقع مؤخرا من السرقه ديال الطوموبيلات، يعني الطوموبيله مسروقه وانت طلع عليك النهار ديالها وطلع عليك لا تريت ديالها، يعني جينا اليوم باش نشوفوا ونطلبوا غير يسمعوا لنا ويعطونا شي، يعطونا حلول، يعطونا غير حلول ويسمعوا لنا باش حنا نقدروا نكملوا، ان حنا عاد بدينا وما يمكنناش غنكملوا بهذه الطريقه هذه. يعني حنا كنستثمروا اقل شركه مستثمره واحد المليون درهم، الو خصو يكون واحد الربح، يعني خصو يكون واحد الهامش اللي هو معقول اننا يعني يبان. حنا بالعكس حنا خدامين على الكريدي، على الكونسيسيونير، على التامين، على الضريبه وعلى مؤسسات القروض. هذا الغول اللي كينخر في قطاع كراء السيارات، هذا الغول اللي ما لقى حتى شي واحد اللي يحبسه. بالنسبه للي بون انا ني جبت هذه المره الطابلو دامورتيسمون، لقيت انهم غادي زادوا عليا سيترات في كل سيترات في 13 شهر نتاع كورونا. دونك حنايا واش هاد 13 شهر خدمنا فيها هذيك القطراسي في 5 نتاع الطوموبيلات زادوا عليا 6 المليون، واش في هذيك 13 شهر حنا خدمنا هذيك 6 المليون؟ اليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه جات باش تبين بان الكاس فاض باصحاب وكالات تاجير السيارات في المغرب. القطاع مهمش مده هذه، القطاع الان في خطر، اكثر من 4000 شركه اعلنت الافلاس ديالها. هذا القطاع مرتبط ارتباط اللي هو لصيق وثيق مع السياحه ومع حركه الطيران. دابا الحدود كيتسدوا، المطارات مسدودين، يعني الحركه راه وقفات. هاد الناس عندهم التزامات كثيره، عندهم الكريديات ما يقدروش يخلصوهم، وحتى التاجيلات ملي كيداروا كيداروا بواحد الثمن اللي هو باهظ. التامين الناس باش يخلصوا التامين، زياده على التامين طلع الثمن ديالو بزاف، يعني شركه التامين ما كانش عندهم حتى اي حس ديال نقول ديال المسؤوليه ولا ديال الانسانيه ولا ديال المواطنه. لان الشركات ولا السيارات ديال شركات وكالة التأجير وقفوا مدة طويلة، ومع ذلك زاد عليهم الأثمان. المسؤولية المدنية بوحدها أقل زيادة فيها ولا أقل ماجوراسيون كان فيها أكثر من 65%.
شيء اللي ما يمكنش تقبلوه. الان هذه الوقفه الاحتجاجيه جات مطالب اللي هي استعجاليه، ما بقيناش كندويو على المطالب الهيكليه، المطالب القديمه ديالنا اللي حتى هي حتى حاجه ما صنتوا لها ولا حتى حاجه ما طبقوها. دابا كاين مطالب استعجاليه، يجب انقاذ هذا القطاع. هذا القطاع خصو يندرج في قطاعات اكثر تضررا. هذا القطاع الملف ديالو خصو يكون على طاوله لجنه اليقظه الاقتصاديه. هذا القطاع ما خصوش يبقى يتقصى من لي كونطرا بروغرام اللي خرجت بهم هذه اللجنه هذه.